اليوم فوربس الشرق الأوسط موجودة في مصر للاحتفال وتكريم أهم الشخصيات اللي موجودة في قائمة فوربس، في قائمة سيدات الأعمال وقائمة الستارت أبس في الانيفيتورز وقائمة الشركات المساهمة العامة. فاليوم قمنا بتكريم هذه الشخصيات بناء على المنهجية التي تتبعها فوربس في قوائمها التي تصدر بشكل دوري. بالنسبة للمنهجية هي عبارة عن، بالنسبة للشركات هي عبارة عن القوائم المالية، وبالنسبة للستارت ابس بناء على الفند والاستثمار اللي حصلوا عليه. سيدات الأعمال كانت عن أدائهم أو التدرج الوظيفي والإنجازات والأتشيفمنتس اللي حصلوا عليها. عادة نقوم بهذه التكريم في دولة الإمارات مقر الشركة، ولكن هذه المرة قمنا بإحداث هذا الحفل الخاص في مصر لتكريم جميع هذه الشخصيات. حفل مصر حيكون بشكل دوري وسنوي، هو السنة هاي كان هو الحفل الأول لأول مرة، ولكن سيتم إدراجه على قائمة فوربس. كل عام سيتم هذا الحدث إن شاء الله في مصر.